الجامع. واش جيتي ولكن انتي راه بنتي ليا راه تعطلتي بزاف، فين كون جيت؟ راه قلت لك انا نمشي عند اختي سهام. هو اختي ساعه ساعتين ماشي صباح كامل. انت منين تقولي كتعس معايا هاد السوايع؟ لا والله ما كنتحاس معاك دابا باش نهضر معاك انا في الواقع، راه تعطلتي لحقاش قلتي لي ما غنتعطلش. فين هو الغدا؟ ما درتي حتى شي لعبه. ودابا ما عليناش، هذا ماشي موضوعنا. يا معليش مرضيه هاني هاتي سيري دابا بغيت طلعتها. ايوا انا شنقول لك، الموضوع اللي بغيت نهضر معاك فيه هو اختي مسكينه. شنقول لك، مشيت لقيتها في واحد الحاله كتقطع في القلب، ولقيتها قال لك سيدي راها في الطلاق مع الراجل، الولد في واحد الحاله ما تبغيهاش لعدوك، اختي كتكرفص وحنا ما ربوناش والدينا كاع على داك المشاكل والصداعات، وفوق هادشي كامل قال لك راها في الطلاق مع الراجل وغادي تخرج تكري. وانا قلت لها واش اختك كاينه وغادي تخرجي تكري؟ صافي دار اختك راه واسعه وعريضه، واجي جلسي معايا مرحبا بك، الا ما هزتكش هاد الكتف راه هزتك الكتف الاخر. اش بان لك انس؟ الله اكبر مسكينه تتقطع في القلب والله الا بقات فيه. ايوا شنو قلتي لا تجي عندنا تسكن؟ والله الا درتي غير الخير انا هذا عشي ربي بوحدو اللي غيجازيك والله الا. والله انا ساكنت عارفك ما غتردهاش ليا في وجهي، عييت مرغب فيها وتنقول لها يلاه معايا دابا، قالت لي لا حتى تمشي وتشاوري مع راجلك. وانا قلت لها راه انس انا عارفه كي داير وراه عزيز عليه يدير الخير، وكما كيقولوا الخير في المقربين اولى. ايوا واش نقولك انا هذا، انا حتى هذا الموضوع هذا اللي قلتي لي عجبني الصراحه، وعجبتيني حتى انت الراي ديالك عجبني، كما قلتي في المقربين اولى، الخير نديرو في البراني اللهم نديروه في اختك انت هي بعدا كاينات وولده. ايوا واش نقول لك انا راه معاك في هذا الشيء هذا. ايوا لهلا خطك عليا راجلي العزيز. واش منيتك تهضري انت ولا شنو؟ دابا هاد الهضره هادي اللي مشات بيني وبينك صافي تيقتيها ولا مالك؟ ابغى تطلق اختي تطلق طبر راسها، واش انا ولدتها ونسيتها؟ ويلي انا شاد الهضره هادي، واش انت حماقيتي ولا مالك؟ شوف جوج حوايج، اختك على راسي وعينيا ياك، ثانيه ما تسكن معايا ما نسكن معاها، واش حنا تكفينا حتى بجوج عاد نزيد انا اختك وخو ولدها؟ واش منيتك تهضري؟ شوف انس الله يجازيك بخير، انا اختي ماشي غادي نخليها طايحه في لاميرد وغنخليها تمشي تكري بيت مع الجيران، راه حشومه وعيب وعار، حتى اللي قلتيها له ضحك علينا حتى يشبع. اختك اطبر راسها، انا راه ماشي سوقي في اختك. دابا انا سوقي فيها. واش منيتك تهضري انت ولا مالك؟ واش انا مجوج بك وتزيدي انا حتى باختك؟ واش انت مريضه ولا مالك؟ يا ربي نتكافى غا معاك انايا. واخا سيدي شوف واخا لالا. ايوا حنا غادي نشوفوا شكون اللي كلمته غادي تكون. دابا انت وليتي اصلا تدير هادشي مورايا انايا. غنديرو مورك حيت خضره فوق طعام، حيت انا اختي الا ما هزيتيهاش معايا انت شكون هيهزها؟ واش انت واش بغيتي تحمقنا انايا؟ فين هي؟ شوفي نادا خلينا انا وياك زوموني، انا غادي نوض نخرج ياك، نرجع ما بغيتش هذا الموضوع يتعاود يتجدد مره اخرى. سمعتيني؟ منين تجي وتلقى اختي هنا عافاك ما تشوفش هذيك الشوفه الناقصه ديالك ونسعي الله يرحم لك الوالدين. انا شنقول لك شوف انا راه كيعرف راني زوين وفي نفس الوقت راني قبيح. انا جي غادي شو ما بقيتش ما صافي تلفتيني. انا نط بحالي. ايوا سير زيدي زيدي اختي سهام مرحبا بك. زيد دخلي اختي انا زي الارض نسيت نساك وما تبقايش نهدي، اعتبر راسك صاحبتي بحال سافرتي وراكي ما جيتيش عند البراني. يا اختي وما داز عليا في هاد الايام يا اختي، ما عمرني نويت هاد الفار راني غادي نمشي، اقسم بالله يا اختي ناد ما عندك ما دير اختي سهام، داك الراجل ما جابولك حد، جبتيه الراس داكشي ما فرضوا عليك حتى شي واحد، داكشي اللي كاين ما كذبتيش في هاد الهضره. يا اختي الولد كان كيقرا في البريفي وكان تيخلص عليه وكان راكي شتي كي كنا عايشين، تتقلب داكشي بالليل ونهار ما بقاتش حتى شي حاجه تقولي راجل فين كتمشي له يا اختي فلوسو، ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه، عييت نصبر شحال وانا كنخبى عليك يا اختي نادا شحال، راه ما بغيتش نقول لك هادشي من الاول، راه تا صافي عمرت ما بقيتش قاده اختي صافي ما بقيتش قاده. والله ما بقيتش قمار، علاش كتسنى واحد قمار واخا يكون كيدخل ملاير في النهار يتسالاوله؟ هادشي يا صاحبتي راه النهار الاول كان خصك تعرفيه، ماشي كانوا عينيك معمين الحب، ايوا ديري الحب حيره دابا هو داكشي نيت اللي كاين اللي تبع الحب راني مشى في وادو. ايوا اختي سهام ما عندك ما ديري، مكتب الله كيتصرف، نسي عليك هادشي كامل، وراكي ما غتجلسيش عند البراني، راكي في دار اختك وراجل اختك، ولا مشيتي لمحكمة الاسره راه غتلقاي شحال د المشاكل تنسي همك، واحد ينسك في الاخر، وزيد انا اختي الحبيبه تفكي من داك الويل. ورا ألف واحد يتمناك قويلي استغفر الله انا دا على ألف واحد يتمناني، واش اللي عنده هاد العزري هذا عاد يتسنى شي واحد يربي له ما رباش حتى باه. الله يهديك انا دا نوض نعري على كتافي ونوض نخدم على ولدي. امضره هضرتي مع انس بعدا كاين واخا نجلس عندك شي ايامات ونعاد نقلبي بيد ما راكي عارفه بيد ما بديت الخدمه وداك الشيء.
ايوا شنو قلت لك اسيهام منين كنت عندك؟ قلت لك انا ضربي على حسابي، ومنين جيت وقلت لي راسي هام غادي تجلس معايا وراه عندها مشاكل، والله الا عجبو الحال قال لي نتمنى هي تنسى شي شويه داك الهم اللي عندها، ومنها تونسك كتبقاي في الدار نهار كامل بوحدك. وزيدون هذيك الهضره اللي كنتي كتقولي دابا ديال نمشي نخدم ونقلب على الكره، الخدمه ماشي عيب، خدمي يا اختي باش منها ني تهزي راسك وتهزي ولدك، ولا اني باش تقولي تمشي تكري بوحدك، هذه راه ما نبغيش نسمعها منك لا دابا ولا من العام الجاي. اويلي دار الراجل اختك قداش وتمشي تكري، مالك اختي حمقه ولا مالك؟ ما حدي في الحياه ما كاينش اختي شي واحد اللي تسكني معاه في بيت وكوزينه ويعيشك مقهوره. ايه لا يخطك عليا اختي الحبيبه، ايوا اختي راه الخا واحد هاد الدنيا ونسي عليا هاد الشيء، نوضي نقدو انا وياك داك البيت فين غتجلسي انت وولدك، راه غير خاويني تغيكس فيه شي واحد حسن منكم. الله يسهل عليك. يلا نوضي 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 على القاعده نوضي. سربي ونا دغيا نتوما هاي كتشطحوا دايرين هادو عاوتاني. تبارك الله تبارك الله اخويا، انت اخويا جلس نتفرجوا انت جلس نتفرجوا هبط رجلك اولدي هبط هبط رجلك اصاحبي وبقاي تغسلي رجلك شو الريحه اصاحبي واش ما كتحشمش؟ واش ما كنحشمش؟ راه ولدي هذا هاي اش هاد الجلسه كتجلس لي هنايا؟ شنو دار خالتي؟ واش باك شنا منك ولصقتي فيا انا؟ اش من ذنب درت في حياتي تتلصق لي انت وامك هنا؟ سمع اخر مره نعاود نجي نلقاك نشر لي رجلك هنايا. انشر هنايا وراه معاك شنو هضر حيد رجلك من تما. هاي وسير بعدا نغسل رجلك نوض غاسلهم. انا نغسل رجلك اصاحبي غاسلهم بالكافور احسن منك. واش بارك الله عليك اولدي قدي قدك دابا وليتي كتزايد معايا في الهضره. الكافور عندنا الميت هنايا ومهلي لي في راسك هاللوزه انت اولدي اللي تعيش. ما قبلتي انت نتهلا فيك ضروري خصني نتهلا في راسي ماشي بحالك نتايا تجي وتبقى تطبق عليا يا نايا. الله الا قال لك كيفاش تطبق عليا ولا نطبق عليك؟ جالسين في الكوميساريه ما كاين احترام ما كاين والو. هادشي اللي مربينك والديك انت ولا شنو؟ مالك انا سيك لاباس مالك ولدي؟ انا من الصباح وانا جالس كنتفرج جالس مع عليا ملي قال لك معاك ولدي انا من النهار الاول ما حاملكمش كاع تجيو لعندي. نوضا حبيبي نوضا وليدي نوضا نوضا مع نوضا مع قلنا تغسلهم بالكافور بلا ما نغسلهم صافي صافي على الشيطان. انا صراحة حنا عائله زعما عائله اش من عائله هادي معليش الشيطان. يا والله يهديك انس واش ضيقنا عليك ولا مالك؟ اختي انا راه من النهار الاول ما حاملكمش تجي واش ما قلتلكش هذا؟ ما قالتليش قال لك بغيتي وقلتي لا ما باغيش. ها؟ ما باغيش. كيفاش ما باغيش؟ ايوا نكذب عليك. ايوا شوفي الا ما بغيتيش احنا غادي نشوفوا الحل لراسنا. ايوا اختي الا كان شي حل يشوفي. وحنا منسينكم ومنسينا هذا منسين راسكم واش انت تجي الدري عندك ما مربيش ما محترمش كاع. ورجليه خانزين ما تغسلوش. الشيطان قال لك رجليه خانزين ما نحنا يا ما مربينش الولد ولا شنو كتقول دابا اختي؟ ايوا صافي عرفتي انا جايه قال لك عاد باش نقول لك على واحد السبرديله زعما كاين شاريها لنا دابا تجيب لي بحالها الساعه شوف كي بادي فيا انا غنجيبك بحالها. ايوا مالك دار بك الكاغيط انا؟ ايوا راني زعما كاين راني ختمرتك ولا ما بقات حتى خاوه ما بقات حتى شي حاجه كتقر في بنادم. ايوا صافي دابا تحليتي معايا في الهضره صافي اش نقول لك؟ انا تنسمع. ايوا سمعني نقول لك واحد الحاجه. اودي من النهار دخلتوا للدار وانتم قاعدين عليا بهاد الحاجه الحاجه دابا تلقينا وقولي لنا شنو هادشي اللي باغا تقول. اش نقول لك؟ هذيك ندى بعدا كاين اللي النهار كامل وهي خيطه زيطه وشاده داك التليفون ما تيسكتش عندها بعدا عارفها مع من كتهضر ديك راه اختي وانا كنعرفها. دابا على عرض الله انا قولي لي حاجه واحده شنو باغا تقصدي بهاد الهضره هادي كامله اللي كتقولي من الصباح؟ ايوا الفهم يفهم اختي انا ما باغي نفهم والو انا مرتي وتايق فيها. هادشي الخير اللي ديري في راسك نوضي غير من حدايا. هيا نايضة وعندك ما توقف على كلامي. توقف على كلامك او دير الخير ولد الحرام في هاد الوقت هادي غير اختها وكتحفر لها. يا ربي لا ما تستر يا رب. انس فين نادا؟ بخير مزيان الحمد لله حسبني خرجتي. على قاعد تتفرج في الكورة؟ ايوا حسن لك نيت من ديك القهوة. ايوا الله ما فطاري بعد بغيت نهضر معاك. امر يا غير مالك ياك لاباس؟ بغيتك تمشي تجيب لي داك الكوموند اللي قلت لك دوزت داك السيمانه. ما جابلكش الله عيقتي علينا بهاد لي كوموند وهاد الشيء هذا؟ مالك دابا وليتي كتنقر عليا؟ عمرك قلتي لي عيقتي؟ شوف اختي كوموند سيري جيبها لراسك وانا اصلا من الاخر ديك اختك ولدها راه حمقوني. شوفي شنو ديري معاهم من الحلواش انا عندي الخيريه انا. ياك انس دابا هذا هو كلامك الاخر ما فهمتكش انا وحق الله هاد الهضره عمرك قلتيها منين جات اختي وولدها وانت هز معايا شوكتك للسما. اويلي فين عمرك من
بنيتي عليا وقلتي لي الكوموند وطلعتي لي فراسي صراحه حشومه عليك. اختي مسكينه راه ما عندي عليها لاين، واش نصيفطها تكرفص في الزنقه لا هي لا داك الولد؟ صافي درتي على خير كملوا. عز عليك شوكتي، انا عقرب انا على الشيطان؟ واش انا درت الخير حتى فراس نديرو في اختك وولدها؟ قولي شي هضره منطقيه، انا مش بقيتي تقولي الخوه الخاوي. ومن الاخر شوفي، انا باش نكون معك هو هذاك اختك راه ما عجبانيش انا اصلا فيها التبرزيط، لا هي لا ولدها، وولدها الا بغى يضرب الميكا يضرب، انا ماشي سوقي. دابا انس انا كنهضر معاك على اختي وولدها وانت كتقول لي الميكا عجب هادشي الهضره؟ ياك ما حصلتي ولا حضيتيه كيدير شي حاجه؟ قال انا يا ولد اختك مقاتينا حاضر وبقى تابع. سمعي دابا بلا ما تبقاي تطولي عليا في الهضره، عندك شي كوموند سيري جيبي راسك، انا راه ما غنمشيش. هذا هو كلامك الاخر؟ هذا هو كلامي الاخر. ايوا سيدي الله يرحم لك الوالدين، شكرا بزاف. هادشي اللي وليتي كدير راه عاجبني بزاف، راه مقتنعه به. عرفتي الماتش حامض وزدتي انت حمضتي، دي غير سيري الله يهديك، حنا كاع ما بقيناش غنتفرجوا، حنا غنطفيو التلفازه. انس فين نادى خويا؟ انا من الله فين هي؟ راه انت اللي اختك اللي خصك تعرفيها فين، مش مشي انا. ايوا انت اللي مرتك خصك تعرفها فين كاينه، مالي انا اختي نعرفها فين كاينه؟ ما عندكش نمرة تصوني ليها؟ ايوا غير سولتك. واختي خصك تسولي هي، قالت لي واقيلا غادا تمشي تجيب شي كوموند ولا قالتها لك. ايوا انت حيت عارفه غادي تجيب كوموند اش تسوليني يا خويا؟ حتى انت كي كدير كدور كيف حال القرطاس. تعجبكمش لي شي هضره هكا واقيلا؟ ودابا هي قلنا فين مشات ونقول لك شي حويجات. راه مشات تجيب داك الكوموند اللي قلتي لي. ايوا راك مهلي فيها اخويا، ما غادا تجيب الكوموند مع راسها، هي البارح جابت كوموند واليوم كوموند. ايوا هاد الفلوس يا خويا عندك كيش تاني تطيح. اللهم لا حسد. اختك وتابعه؟ ايوا نيت كاينه اختي وتابعه. اختي منين كانت صغيره، من تولدت في كتانه بيضاء وهي طالعه لها الزهر والشان المرشان بحال انا. بيني وبينك هضره كبيره هذيك كتهضري، اول مره تنشوف شي اخت تغير على اختها ولا ما نعرف. انا هادشي اللي جاب لها الله، وحيت باغي تسولي عليها سولي عليها في التليفون، ماشي تقولي لي انا هاد الهضره هادي من الاخر كاع. ايوا انا غير قلت انت راجل هذا عمرك تكون عارف كلشي الساعه، نتايا طالق لها اللعب كيما بغاتني تلعب كيف بغات. ايوا خويا اش نقول لك، الله يكثر من مثالك. اودي الا كانوا الخوات عاد غير بحالك انت عاوتاني، غاب ناقص منهم والله يقللهم كاع. متاكد هذيك اختك؟ اختي والدها ليا مي من كرشها. ايوا نوض شوفي شي حاجه تقضيها، ما تبقيش جالسه عليا، خلينا نكملوا هذا الماتش هذا. الله يستر الله يستر الله يستر. اول مره تنشوف انا هاد الخواتات دايرين هكا، وحده باغا على الخير تترغبني عليها، وحده باغا تشري لها ولا ما نعرف. هانتي يا اختي سهام شوفي هاد الكوموند، عرفتي شحال انا كنتسنى فيها؟ كنقول انس عافاك انس راه وصلتني كوموند سير جيبها لي. قال لا لا انا كنعطيك الفلوس، دبر راسك مع الكوموندات ديالك. يا اختي غزالين هادشي وهاد البيجامات وهاد الحويجات فنين يا اختي، ما هي غير انا المحنه اللي كنت ضاربه مع داك مسخوط الوالدين تمارا والمحنه، وما تشوفيش منو الريال الزرق. والله بيجامه انا جابها لك. ايوا اختي سهام اش غادي نقول لك، ما ديريش في بالك، راه ربي عطاك داك الوليد غيعوضك فيه خير ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كتشوفي راه كيف ما ديالي راه حتى انت ديالك، اي حاجه عجباتك خديها. لا لا ما عندي ما ندير بها انا، الا كانت غتفرحك هذيك هي الدنيا وما فيها. ايه لي خطك عليا حبيبه، انا راني عارفه اللي كاين. شكرا يا حبيبه. ايوا تهلاي في راجلك، راه هو اللي غادي يدوم لك، تهلاي فيه. انت كتشوفي المحنه اللي كندوز منها انا دابا. شوف اختي سهام، ما عمرك تقولي هكا ولا تقولي محنه ولا العاده، بربي راه كيعطينا امتحانات في الحياه، خاصك هاد الامتحان تنجحي فيه، وان شاء الله انا معاك وما حدي كاينه حتى شي حاجه ما غادي تخصك. شوفي مسي عليا اختي هاد الحزن وهاد الشيء كامل، راه مازال اختي عندي واحد الكليه في الصالون، نمشي نجيبها. خذي كاع داكشي اللي عجبك منها صافي سيري جيبي انا غاده يا اختي. احياني على الكليه، قالك على هاد الشيء وباقي الكليات. هادي غير صغيره شوفي لك الحوايج اللي جايب لها. الله الله انا راني مالي غابنا راسي. لا 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 انا راه نولي نحيد عليا هاد الدره، مالي غابنا راسي ومالي على حالتي. باقا زوينه وشوفي كي باقا صغيره، واخيلا غادي ندور لها بالراجل ابان لي فيه الفلوس. لا 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 هادشي اللي باين ليا، شوفي لك البيجامات وشوفي لك باقا غادي تجيب وتزيد. اي 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 يلا شوفي لك، ندور لها بالراجل انا صافي، نبقى نقد في حالتي ونبقى ندور لها بالراجل. اللي ولي مالي مالي شرفت، مازال صغيره.
ايوا هاد الدخله اللي داخل سوق راسك راه ما عجبانيش انا اصلا. تنقول لك انا حيت تخرجي من البيت هاد الحوايج هادو البيت خليهم في البيت، راه ولا عندنا الزايد في الدار. زوينه هاد الزايد اختي، ولدها زايد ماشي حشومه. على ولدها شي تيبان لك دري صغير معلم عليك الشيطان. هادي راه ما هضره ما حتى حاجه اودي، انا ما بقاش نهضر، انا بقى نسكت. ايوا حسن لك هادشي اللي وليتي كتقول انا ما بقاش عاجبني. راه انا انت اللي ما بقيتيش عاجباني بهادشي اللي كديري. قالت لينا غير اختك لا هي لا ولدي يعمروا لي الدار. هادشي انا راه طلع لي في راسي، راهي باش تعرفي هادشي هذا. ما عرفتش نهضر معاك ومازال تنهضر معاك زوين. حتى الماكله تنجي ما كنلقى ماكله زوينه، ما كنلقى حتى شي لعبه. ايوا انت لا ما بقاش عاجبك غير هادشي، انا راه ما بقيتيش عاجبني كلك، حيت وليتي هي كتدخل وتخرج في الهضره وغير كتخربق. راه اللي سمعك يضحك عليك حتى يشبع. اويلي وليتي كتشكتى في ولد اختي. واختي راه راجل هذاك، هذاك راه ماشي غير راجل، هذاك راه مصيبه كحله. هذاك ولد اختي من نيتك اش هضري؟ انا اصلا راه شوفي هذاك الولد الاول مورا ما خصهمش يبقاو مطولين معنا انا بزاف. انا شنقول لك؟ ايوا سبحان مبدل الاحوال، ما عمرك كنتي هكا، تبدلتي بزاف عليا، مابقاش عاجبني هادشي. دابا انا قولي لي حاجه واحده، انا اللي تبدلت ولا انت اللي تبدلتي؟ انت اللي تبدلتي من نهار جات اختي لهنايا وانت هز معايا شوكتك، انا ما بقيت فاهمه حتى شي حاجه. الا عندك اخويا شي شغل نوض تقضيه، خليني غير ارتاح في داري. انا غادي نوض اصلا خدام، غنمشي غنخدم، ولكن حيت نجي راه نبغيك مطيبه لي ما ناكل. انا تنهضر معاك واختك وولدها، راه خصك تشوفي لي معاهم شي حل في اقرب وقت. واخا صافي ان شاء الله دابا نشوف لك معاهم الحل. اليوم انا تنهضر معاك وولدها فين ما مشاو غنمشي معاهم. يلاه سير في حالك. دابا انا هضرت معاك ما نطولوش الهضره، واللي نطولوه نقصروه كاع. فين ما مشات اختي غنمشي معاها. والله الا السيد ولا كيترد معايا في الهضره ما عمرو كان هكا. كنت اللي قلتها له كيديرها، واللي قلتها له كيدير لي خاطري. من نهار جات اختي هو داير معايا هكا، انا كيبان لي غادي ندير معاه شي حل. انس جيتي؟ بخير لاباس كي داير؟ مزيان صحيحه بقيتي مع الخدمه؟ ايوا راكي عارفه تمارا صافي. ايوا مزيان. ايوا اش كتعاود؟ ايوا غير خير، انت كتشوف؟ ايوا الحمد لله. ما جالس انا فين نبقى نتعاود معاك مره مره الساعه كتبقى لاصقه فينا ديك مرتك وخا هي اختي. ايوا شنقول لك؟ ايوا ما عندك ما تقول لي السي انس، اش غادي نقول لك؟ كنبغي نتعاود معاك الساعه ديك اختي ديما لاصقه فينا. ايوا على ودات السي انس هادي نجريو على والديها. ايوا انت كنتي على سبا. ايوا هادي فرصه مناسبه، واقيلا غادي نتفاهموا انا وياك. او الدار القلب حنين وما فيهش الكل ياك. الله يلا نيش جيتي فيها نيش يعني شنو؟ واش ولكن دابا راه راك عارفه خصنا ندى ما تديرش. الا ندى تدي راه ندى ما تسيق حتى شي حاجه. اش ندى هنا حمقى عرفني نمشي نقول ندى؟ لا 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 حيت راه هي على القرص. لا لا ندى ما تدي ما تجيب فينا. لا ما تمت ما تشكش فيا، ما تشكش فيا ندى كاع بصفه نهائيه. لا اختي ما تشكش فيا ونخاف هي انا نتبعك في هذا الشيء هذا وصدقني اللي شاكه فيه. ايوا انت شوف اللي بان لك واللي يجيك مناسب. شي شديري هاد الهضره هادي ما نقدرش نهضروا فيها في الدار، كانت شي حاجه غنتلاقاو برا ونتفاهموا. هي حتى هذا ناض مزيانه ومزيان نتلاقاو. ايوا خليني نمشي دابا. ايوا يلا صافي صافي يلا. ايوا شتي بعدا هاد هما الرجا دغيا كيتشدا. سهام اختي دخلي حسبني راكي ناعسه. لا مكانش مزيان. لاباس كتعاودي؟ الحمد لله مزيان اختي الحمد لله. راجلك ما سول فيك ما هضر معاك ما والو يا اختي، راه صاكي عارفه راه الطلاق مدفوع عاد يهضر ما بقى معايا يهضر اختي. ايه واش غنقول لك اختي؟ حتى واحد ما لقاها كيبغاها. علاش مالكي؟ راه هادشي علاش جايه نهضر معاك ليك. لاباس انا صاختي زاد فيه، وليت نهضر معاه جوج هضرات كيتهز معايا. انا اختي راكي عارفاني مسالمه وما عنديش مع هاد المشاكل. انا ما بقيتش قاده وش غنقول لك؟ حتى انا باغا نطلق. اويلي على غادي تطلقي ياك ما نكون اختي حنايا هما السباب؟ واش منيت كسيهم كتهضري؟ عمرني نسمع منك هاد الهضره ديال نتوما السباب، وعمركم غادي تكونوا سبب، حيت نتوما ما درتو ليا حتى شي حاجه. انا راجلي ما بقيتش مفاهمه معاه، وليت كنهضر معاه جوج هضرات كينهض فيا بحال والدني. راه غير راجلي راه ماشي شي حاجه. وزيدو شنقول لك اختي؟
نتيا راه اللي كتبوا عليك الله راه مكتاب عليك، وتا انا داكشي اللي مقسمو ليا سيدي ربي راه غانعيشو بلا ما ديري في بالك وتقولي انا هي السبب، ولا تبقاي عايشه تاني بالضمير. راكي ماشي انت هي السبب وولدك ماشي هو السبب، ما كديروا لنا حتى شي حاجه، وراه حنا داكشي اللي كنديروه ما كنديروه بكم ولا بلا بكم، فين ما تحطات يد راه كيتحطوا 10. يسهل عليك اختي، ما ديريش في بالك حبيبه ديالي، انا غنوض ندير له شي حاجه هي فيه ما يسمع نقيرو، راكي عارفه اختي كلامو كيجرح. وياه هي ويسير اختي اختي مسكينه كيفاش صغيره وهزه ليا الهم، وهي انا اللي كاسه كنحفر ليها مع راجلها كنجبد لها في المشاكل. لا 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 نوض نكري قبل ما نطيح اختي في شي مشكل نيت، ولا نطيح في الغلط انا وراجلها ونسقو في شي مشكل كبير. لا 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 نوض نكري انا ولدي، لا صافي ما نبقاش عايشه معاهم، الشيطان كيغرب بنادم. ستوب هنا وصافي. لا اختي نظر بغيت نقول لك شي حاجه. مالك سيميك لاباس؟ والله ما عرفت منين غادي نبدا الهضره، وحشمانه منك اختي نادا. واخي بداي منين ما كان وما كاين لاش تحشمي، كاينه شي حشمه بين الخواتات، خصك شي حاجه، بغيتي شي حاجه قوليها. سمحي لي اختي نادا، راه الشيطان لعب بيا وبغيت نضر لك براجلك. امين يا سيام، شاد الهضره هذه كتقولي؟ واش عارفه راسك شتا تخرجي من فمك؟ هذه راه هضره صعيبه وماشي سهله، وهادشي اللي كاين اختي نادا دابا غير سمحي ليا، وانا غادي نخرج قبل ما صافي ما نكذبش عليك، انا راه ما بقيت عارفه فين نرد وجهي معاك. سيام هادشي اللي كتقولي انا راه ما عجبنيش، وحشومه عليك. واش انايا دبزت مع راجلي ونوضتها انا وياه صباط في الدار باش نجيبك تجلسي معايا، وما نخليكش عايشه في القهره، وما نخليكش تمشي تجلسي بوحدك مع الجيران وتعيشي في المشاكل، وتجلسي بوحدك وتبقاي كل مره تعيشي داك السيناريو في دماغك، وفي الاخر جيتي تبغي تغدريني في وسط داري، نعس فراشي واكله طعامي وكتاكلي من رزق راجلي، وفي الاخر كتقولي لي بوجهك احمر راني بغيت ندور لك بالراجل. اويلي هادي هي الخوه، هادشي اللي ربونا ولا والدينا، حشومه عليك اختي. ما خليت ما صرفت فيك غير الخير، ما عمرني هضرت فيك شي حاجه خايبه، راجلي كيدور فيا بسببك وكينهزرني بسببك، واخا هكاك صابره وديما كتقولي لي واش حنايا هما السبب، وكنقول لك لا، وفي الحقيقه حشومه عليك، هادو ماشي في عيل بنات الناس، واخا والديا انا راه عارفاهمش كيسواو. والحقيقه اختي نادا هي هادي، اش غادي نقول لك؟ غير سمحي ليا. والصراحه تا انس واخا بديت ندور بيه راس راجل، الصراحه راه ما غدر بيك ما تا حاجه، انا شتت اختي شملي ونزيد نشتت تا شملك. سمحي ليا ما درتيش صرفتي فيا غير الخير، انا راه انبني ضميري اختي نادا من النهار اللي جيتي وبقيتي كتقولي لي غادي نطلق، تما انا عاد حسيت انا المشكل ديالي راه ربي اللي عالم بيه، ونزيدك حتى نتيا بالمشكل ديالك فين غادي نوليو بجوجنا. اختي راه ما رباوناش والدينا على هذا الشيء، ولكن راه الشيطان تيغدر. مسامح كريم اختي نادا، وانا غادي نخرج نكري والله يسامح. سمحي ليا من قلبك. واش سيام اختي دايره قد راسك وجايه كتقولي لي المسامح كريم، كتقولي لي راجلك راه صدق ولد الناس؟ غير قولي قولي الحقيقه، راه عارفه راجلي بو عيالاته سلقوط. لا اختي نادا والله العظيم الا الصراحه، راجلك راه طلع راجل، غير تهلاي فيه والله يسهل عليكم. ايوا اختي ما خليتي لي فين تهلا فيه، ما خليتي لي وجه باش نشوف فيه، قاسا كنشكرك ليه وكنقول له اختي راه ما كاينش بحالها، واختي غتونسني، صدقتي جايه باغا تخربي ليا بيتي. شغنقول لك اختي؟ الله يسامح لك الا سمح لك سيدي ربي. حاجه وحده اللي غنزيد نقولها لك هي انك انا ما غاديش نسمح فيك. نوض اختي خرجي كري على راسك، وانا راه غادي نبقى نروف عليك ونخلص لك الكره، وخدمي على راسك وخدمي على ولدك، وديك الساعه راه ربي دابا يسهل عليك. حيدي غير من قلبك السم والغدر وصفيه، وديك الساعه ربي راه غيحن عليك. اختي نظره جاتني الغيره، كنشوفو كيشري لك وكيتعامل معاك. ايوا راكي مراه وكتحسي، وراكي عارفه المراه حتى هي باش تتحس. ايوا راني مراه وكنحسك، وكانت صاحبتك وكانت شي وحده كنعرفها ماشي اختي. سيام اختي هذا الموضوع ما نبغيش يعاود يتحل، ما نبغيش الموضوع يعاود يتجبد، نسي عليا هذا الشيء ونوض نعاونك تجمعي حوايجك بحرات القاي الكره. يسهل عليك. سيام انس هذا بس انا لا جلسه ليها فين احنا فين سيام ولا ورا داكشي اللي شفت جيتيني شال اللي عندها وكتقلب في البيت ايا مصيان على واحد السخره ولدها داكشي مشيت جبتها لها وجيت ايوا سبحان الله ايوا سيام رجعت لراجلها ياك لاباس علاش رجعت وزوينه ديك لاباس في عود ما تفرح وتقول على سلامتها ياك لاباس ما
ترجع لك الشمكات كندوز عليها غير العذاب. لا في الحقيقه مسكينه حدانا ما خاصها غير. لا في الصراحه ما خصهاش تمشي ترجع عندك الشمكات راجلها، خاصها تبقى مع انس اللي كيتهلا فيها وكيجيب لها داك الشيء اللي خاصها. عندك الحق. او تنادن على لك الشيطان، هذيك راه اختك زعما كاين طرف خصكيش تهضري فيها هاد الهضره هادي اللي تقولي دابا. وتيلا تهلاش فيها راه تنتهلا فيها تنحسبها زعما راه هي اختي. واخا انا راه بالي مشى بعيد فهاد كمل اختك وصاحبتك وعشيرتك وكتعاود انت وياها ها، وانا طلعت لك فراسك ولات كتبان لك غير هي اختي. راه عاودت لي كلشي ورا داكشي علاش خوات الدار الغدار ابو عيالات. شو مالك انا انا ابو عيالات انا؟ انت مرتي وكان بغيك علاش الشيطان اش تقول هاد الهضره؟ هاد الهضره ما خصكيش تقوليها كاع. ايوا سمعني السي انس، كون مع الله يكون معاك، داكشي كله اللي كان كيدور انا ما كايناش كلشي عاودته لي يا اختي من الأ حتى للزاد. وجمع راسك ومع من درتيها مشيتي غير اختي الاقرب الناس ليا، الدور وترجع ليا بحال ما كاين والو. انتي راكي وليتي فشي شكل. راه ما كاينش اللي فشي شكل قدك. وانا علي لك الشيطان هاد الهضره كاع علاش تقولي راه ما كايناش. ايوا صافي انا كدابه واختي كدابه وكتحلم من هاد الهضره هادي كامله. انا راه ما درت والو، ما درت حتى شي حاجه، انا مبغيتش التيقيه هاديك. انا مشيت ما عارف راسك اش داير، خصك غير تسلت. ايوا ماشي مشكل، بعدا جاب الله اختي ما بغاتش تلعب مور ظهري. ايوا دير الثقه يلاه. جاتني من اقرب الناس ليا اختي وراجلي، ما بقيت عارفه لمن نرد الراس.